بزاف الناس كانوا كيقولوا في التعليقات ديالهم ان هذا السيد هذا مشاو ليه وكيضحك وكيدير. خويا انت في بلاصتك شنو غادي دير لي ما تضحكش؟ تشري قنب وتقج راسك مثلا؟ الله لا ما نمشيش لخوتي. وانا راه قلتها راه كون جاوا في العقليه ديال واحد 20 عام راه ما يبقاش كيمشي على رجليه نقولوا، ولكن ما نمشيش ليها اخي. تابعنا الموت، ومن قتل نفسا بغير حق وفساد في الارض كانه قتل الناس جميعا، ومن احياها كانه ماشي كنقول بحال كون راه داعيه اسلامي ولا شيخ ديال الازهار ولا ما نعرف شنو. مي توجهت لطريق الله وليت كنعرف شي حوايج. برافو، هذه نقطه مهمه. فهمت يا ربي تجاوز علينا ويا ربي تسمح لي. شفت عندك كتب في المحل، شنو علاقتك بالقراءه؟ ضروري من القرايه، ضروري من الله كيقرا. لا ضروري من القرايه، شي انا حتى في التليفون عندي فيه حوايج وكنقرا. ولا رديتي البال، انا مؤخرا لحتى تصور انا كنت كنلوح في الستوري ديالي ديما كنت كنلوح حوايج ديال خليل مطران، ديال ولاده، ديال والله عزيز عليا نقرا انا داكشي اللي شوف. انا كنعرف حوايج تعلمتهم راسي، ما تعلمتهمش في المدرسه وما علمهم ليا حتى شي واحد، فهمت؟ قريت كتوبه بالاخص في هذيك 8 سنين ديال الحبس، عرفتي شحال ما نقولش لك. كتبت القران 60 حزب كتبته بيدي في ظرف عامين، ماشي في خط واحد عامين، ولكن كل مره كنكتب شويه في عامين كتبته 60 حزب تناضت ليا وهي باقي الاطراس ديالها. ما شاء الله بستيلو. بستيلو ورقه وستيلو، ما كان عندي ما يدار كتبته. وكاينين شي حوايج القران شي حاجه، سبحانك ربي وحق لا اله الا الله، انا راه ما نسوى ما نصلح وحق لا اله الا الله، ومازال كنقول هادشي ومازال باقي كنكمي وباقي كن. انا في الصراحه راه خصني نبقى نكمي ولا ندير والو. عرفت الله سبحانه وتعالى وربي كينجيني، ويا ربي تسمح ليا، يا ربي تسمح ليا. شوف قبيله فاش غادي عندك كنت كنتصلت للشيخ ياسين وقال واحد الكلمه العمري. ياسين العامري، تحية الشيخنا ياسين العامري وحق لا إله إلا الله. داك السيد ما شاء الله، والله إلا ما شاء الله، تحية من القلب. غادي عندك وكنقول دابا أنا راه ما غاديش بوحدي، غادي معايا الله. ما عمرني مشيت ديما معايا الله. أي تلحت الحرام يا صاحبي، مشيت بديت كنخرباق وكن أش داني أنايا يا صاحبي، أش داني أنايا نوصل داك الشيء. يا ربي تجاوز علينا، يا ربي تجاوز علينا، يا ربي تجاوز علينا. عرفنا الله سبحانه وتعالى، عرفنا الطريق ديال الحق. نرجعوا للمنشور ان شاء الله، نخليوها اجمل نهايه هي هذه. مرحبا والف مرحبا. مرحبا انا ما لقيت ما نقول. مرحبا مرحبا مرحبا. مازال نقول لك شي حوايج على الدين. بغيتي تسولني على الدين؟ بغي شي واحد يسول شي حاجه على الدين؟ ماشي داعيه، ولكن نقول حنايا الدين كناخذوه ببينسا وبداك الشيء اللي بغينا ونوظفوه في الوقت اللي بغينا. انا نعطيك مثال واسمح لي، كيقول لك ان كيدهن العظيم مثال. اسمح لي، هذه راه قالها عزيز مصر، راجل بحالي بحالك بحال هذا السيد بحال هذا السيد بحال هذا السيد بحال هذا السيد. هما كيقولوا راجل عاد لا ما قالش الله. نرجعوا الاول الايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آية الكتاب المبين، إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليكم أحسن القصص بما أوحينا لك هذا القرآن وكنت قبله من الغافلين. إذ قال يوسف لأبي يا أبتي إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك. ها الكيد فين كاين؟ كيقول لك كيد النساء عشق وكيد الرجال غل، هذا أخوهم ولا حوه بير. أخويا فهمت؟ أخوهم ولا حوه بير. هي راه عشقاتو، هذاك عشق وهذاك كره، هذاك كيد نسى الا مشينا معاهم عندهم الكيد كيدوه. انا قلنا حنا لخصناها بكتاب الله سبحانه وتعالى، اجمل ما يلخص. حنا لخصناها بكتاب الله تبارك الله عليك. لا اله الا الله. قريتي القران شويه؟ كتبته ضروري ما يبقى لاصق ليا في راسي، حيت شي حاجه كتكتبها كتبقى لك في الدماغ، ماشي شي حاجه قريتيها. انا كنصح اي واحد يكتب شي حاجه بغى يعرفها يكتبها، حيت فاش كتكتبها كتعقل عليها كترسخ. انا دابا ما نقولش لك حافظ القران، مي شي واحد يقرا قدامي شي صوره نعرف واش من صوره كيقرا ونتبع معاه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.